فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت. وتتمثل الشياطين بالحية بالحيات، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب، فسأل ليش؟ قالت ادخل. فلما دخل وجد على الفراش حية متطوية، فأخذ الرمح فوخزها، الرمح الذي يقاتل فيه، فوخزها فماتت. ولما ماتت مات هو في الحال، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية ولا هذا الرجل، لأن الحية هذه صارت جنية، فلما قتلها قتله أهلها في الحال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت، فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته. لكن ماذا يصنع بشيء؟ يبقى كلما دخل بيته وإذا هذه الحية تزعجه وتزعج أولاده وأهله، نقول كل مشكلة لها حل والحمد لله. حرج عليها 3 أيام، قل لها أنت مني في حرج، لا تقعدي في بيتي. إذا جاءت بعد 3 اقتلها، لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت لا تأتي، وإن كان داب من أرض الحيوانات فإنها لا تدري، تأتي بعد 3 وحينئذ تقتل. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى جنسين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت، وهي الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر يعني قصير الذنب في حيات معينة أذنابها قصيرة، هذه تقتل ولو في البيت. وذو الطفيتين يقول العلماء إنهما خطان أبيضان على ظهر الحية، هذه تقتل ولو في البيوت، لأنهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخطفان البصر من شدة قبحهما، ويتبعان ما في بطون النساء، يعني يسقطن الحمل. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذا الصنفين ولو في البيوت. الشاهد من هذا أن الشيطان والجن يتمثلون بصور غير صورهم الأصلية،